سؤالك الأول هو عن اللاعبين المحترفين. إحنا بالدعوة الأولى دعينا 6 لاعبين محترفين، وما زال أبواب المنتخب مفتوحة للجميع. إذا أريد أذكر لك اسم اسم أو أذكر للإعلام اسم اسم، بلند بالفترة اللي قبل التصفيات كان لاعب مصاب، يعاني من إصابة. بالوقت الحالي إحنا دا نشوفه دا يلعب، ممكن الأسابيع المقبلة أو الشهر القادم ممكن تكون إلى حظوظ بالمنتخب أو لا، حسب وضعه الفني اللي جاي يقدمه. بالنسبة للحموي أيضا، إذا أنت ما تطرقت له، الحموي إحنا قبل التصفيات دعيناه أكثر من مرة. مرة كان والده أعتقد مريض ورفض المجيء قبل التصفيات، صاب وأيضا ما قدر يجي للنهايات، وأيضا راح يبدأ الدوري السويدي وإحنا مراقبين هذا العمل، وإن شاء الله راح نتابع الحموي خلال الدوري السويدي بالفترة القادمة. بالنسبة للاعب الثالث حسين علي حيدر، علي حيدر احنا ما عندنا اي معلومة عنه، شفناه مع المنتخب الاولمبي، سألنا على المعلومات مالته، لاعب 2005، انا اعتقد للمنتخب القادم ان شاء الله راح يخدم العراق، لان بالفترة الحالية ما نقدر نزج لاعب بهاي الفترة هو ما متدرب ويانا وما يعرف عن منتخبنا اي شيء، لانه بهذا السن الصغير، فان شاء الله بالفترة القادمة او المنتخب القادم راح يكون له حظوظ جدا عالي، واحنا باب المنتخب تبقى مفتوحه للجميع بدون استثناء. يعني كابتن عدنان حمد هو الاب الروحي ان احنا من كنا لاعبين، بالاضافه لذلك هو مدرب يعني ممتاز، عمل بكثير من الأماكن إذا كان على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية. كلامه يعني درس إن إحنا كجهاز فني ونتعلم من عنده الكثير. إن شاء الله بالفترة القادمة شنو السلبيات اللي عندنا ممكن إحنا نتجاوزها ونتعلمها ونتعلم من المدربين الأكبر من عندنا حتى لو أكبر من عندنا بيوم. إن شاء الله. شعرك منتخب كأس العالم بالأرجنتين في 2001 كلاعب والآن تشوفها كمدرب. شعور جدا جميل بالنسبة للعراق وبالنسبة إلي. على المستوى الشخصي، لكن انا دائما يهمني انه البلد وامكانيات البلد هل هي مستوى يليق بسمعه هذه الكره او يليق بسمعه هذا البلد، فانا ما يهمني على المستوى الشخصي نهائيا وانما يهمني على المستوى الجماعي. كابتن عماد، اول شيء اتمنى ان شاء الله في شكرا. هذه البطوله العالميه بالنسبه لمنتخبنا الشبابي اجاوبك على الثاني، مده الشهرين كافيه بالنسبه لنا لان احنا استونا طلعنا من بطوله اسيا والفريق معد اعداد ممتاز، بالاضافه لذلك راح نخوض معسكر ممكن الفتره القادمه، وهذا المعسكر كلش جدا كافي لخوض 4 مباريات او 5 قبل النهائيات. بالنسبه للاعبين احنا اكيد عندنا تعاون مع المدربين ومع الانديه بالفتره الحاليه، ممكن لاعب يغيب يوم او يومين بسبب وجود مباريات على مستوى دوري النخبه، لكن الكم الهائل من اللاعبين موجودين، بالاضافه لذلك المحترفين غيابهم راح يكون تواجدهم يكون بالمعسكر ان شاء الله. شكرا جزيلا. كابتن يعني احنا نستثمر الوقت معك، يعني ممكن هاي الوقت التدريبيه ماكو مشكله الاولى والاخيره. اريد اسال ايضا على لاعبين طرحهم الكابتن المدير الاداري كابتن نديم، وايضا هناك اجراءات اداريه حولهم اللي هو يوسف الامين ويوسف الامام. اتمنى من حضرتكم لان الموضوع فيه ممكن اجراء اداري يخص عمليه نقل سجلاتهم او انه مثلوا منتخبات شباب في المانيا والسويد. خلنا اتكلم على يوسف الامام. يوسف الامام انا قبل سنه وجهت له الدعوه لمنتخب الشباب، وكان هو رافض يريد يمثل منتخب السويد. بالفترة الأخيرة وإحنا بأوزبكستان صار أكو كلام ما بيننا وبين والده، ما بين المدير الإداري لمنتخب الشباب نديم وما بين والده، على أنه اللاعب يحب أنه يمثل العراق. فأنا فرحت جدا لأن هو لاعب ممتاز بالنسبة ليوسف الإمام، وكلمت كابتن عدنان الدرجال قلت له ما دام كابتن راضي لديه بطولة بقطر اتمنى انه تستدعون يوسف الامام للمشاركه مع كابتن راضي على مود احنا نشوفه، هاي بدون ما يعرف بها الاعلام،
هاي دعوة من عندي اليوسف الإمام حتى بدون ما يعرف الكابتن راضي يعني. وأنا قاعد يمي كابتن عدنان، اتصل بكابتن راضي وقال له أكو لاعب جيد، وكلمني عليه كابتن عماد ووجهنا له الدعوة، واستقبل الموضوع كابتن راضي ووجه له الدعوة ولعب. وإحنا لدينا قناعة جدا ممتازة خاصة بالبطولة الأخيرة اللي شارك بها، إن شاء الله راح نكمل أوراقه بالفترة المقبلة. بالنسبة ليوسف أمين، يوسف أمين أيضا أنا قبل سنة وجهت له الدعوة ووالده رفض، وهو أيضا رفض، قال أنا أشارك مع منتخب ألمانيا، وبالوقت وشارك مع منتخب ألمانيا. إحنا قلنا له لك كامل الحرية شارك مع منتخب ألمانيا، لكن بالوقت الحالي هو إلى رغبة أنه يمثل المنتخب العراقي. إذا سمحت له لوائح الفيفا أنه يمثل المنتخب العراقي فأني أرحب به ترحيب كبير جدا، لأن يوسف أمين من اللاعبين اللي أنا معجب بهم جدا. فتحنا الاتحاد الدولي، وإن شاء الله أنا بلغت الاتحاد وبلغت المدير الإداري أنه يباشر بأعماله، وبالسرعة الممكنة من الممكن أنه ذا كملة أوراقه نشوفه بأقرب وقت يكون مع المنتخب، مع منتخب الشباب. كابتن العفو ياسر، نقل البطولة من أندونيسيا إلى الأرجنتين، حسابات اختلفت الجاج؟ طبعا أكو حسابات اختلفت، لأن كانت البطولة في بلد رطب، في بلد ممطر، انتقلت البطولة إلى بلد بارد بالوقت الحالي الأرجنتين، درجة الحرارة مقاربة إلى درجة حرارة أوزبكستان. فأكيد يعني ممكن حتى مع عسكرنا المدينة ممكن تتغير، عملية التدريب مالنا أيضا يجب أن يكون متغير، كل الوسائل لازم تتغير يعني عندنا. كابتن، اليوم أول وحدة تدريبية بعد نهاية كأس آسيا، شنو برنامجكم الإعدادي راح يتضمن قبل كأس العالم؟ طبعا برنامجنا 20 يوم مع مباراتين بالعراق، إن شاء الله ننتقل إلى إسبانيا 4 مباريات، بعدين نرجع للعراق نلعب مباراة أخيرة بالعراق، ومن عندها نتوكل إن شاء الله إلى بلد البطولة. كل التوفيق. شكرا. الله يطهرني. حبيبي عمو، أنا لا.